لدينا عموما كرة مصر في القادسية أمامية. أول يأتي لمصلحة القادسية، كرة خطيرة ممتازة لعبت من بدر المطوع على رأس تياغو، وتياغو بعيدا عن المراقبة يسجل أول أهداف القادسية بكرة ثابتة على رأس تياغو. شوف اللقطة الماضية، الله موجود بالنسبة للقادسية. كرة الآن مطالبة وريناتو، الله سجل الهدف الثاني. هذا اللي يشوفه يقول جايبينه من الناشئين. لا يا جماعة، هذا محترف في القادسية، جايبين القادسية. ريناتو يسجل، كل هذا يطلع منك، كل هذه القوة. شوف هذه الأولى أيضا كانت خطيرة، مطالبة بركلة جزاء، لكن تياغو هيئها. هذا يطلع منك كل يتابعها فيصل سعيد، جهه اليسار بمر من الاثنين، بعد نفسه يرسلها خضراء صالح الشيخ، جول 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 لصالح القادسيه بالدقيقه 33. بعد مرور النص ساعه تاتي الاهداف لصالح القادسيه بمتابعه مثاليه. بعد ما استخلص الكرة فيصل سعيد، شوف لي عدة، شوف لي عدة، شوف شوف مرت لكن ما تمر بصراحة. أحمد الظفيري عالي الكرة وبالرأس يحطها، ولا أوه جول جول شرفي لرشيد سوماليا بالدقيقة، خلاص باللحظات الأخيرة يسجل إذن رشيد سوماليا هدف المباراة الوحيد لفريقه، ويعلن سيداتي أنساتي سادتي حكم المباراة يوسف نصار هنا في ملعب مبارك العيام. أحمد رياحي كذلك بداعي الإصابة، أتمنى له السلامة. هنا محاولة توصل خطيرة لكن بيحصل عليها الدفاع، وما زالت الخطورة، بيخلصها سلطان خلف وتلعب في الجول، الله جول جول. يأتي الظفيري، يسارية رائعة، أحمد الظفيري بيسجل هدف
بنفس زاوية حارس المرمى وليد الرشيدي من كرة ارتبك فيها سلطان خلف مدافع نادي التضامن ومعتمد على مبدأ الحيطة. شوف المدافع رقم 44 هنا الارتباك الظاهر وهنا الإبعاد الخاطئ من سلطان خلف وتجي يسارية لسعة قوية من جانب أحمد الظفيري يعيد الأمور إلى نصابها والكرة تبعد في لحظة ارتباك دفاعي كبير من نادي التضامن ويسجل الهدف الهدف الأول. 11 سنة خمس مباريات فقط من ال 26 مباراة اللي لعبت ما كان هناك محاولة. هذا هدف ممكن ويمكن يمر ويحطها. الله تياغو البرازيلي يقلب المباراة من خسارة بهدف إلى انتصار من كرة مرت الدفاع التضماوي في لحظة شتات تماما في هذه اللقطة. وبرافو تياغو بكل هدوء الحقيقة يضعها في المرمى وهو هذه الحقيقة بيسجل ثاني الأهداف على مرمى التضامن. وفي الدقيقة 23 بعد ثلاث دقائق تقريبا من الهدف شوف راحت 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 ودفاع فريق ما في تنسيق. عملية تقدير لحكم المباراة شوف هذه اللقطة تؤكد استعمال يفتتح سجل الأهداف. راح نشوف بدر المطوع ووليد الرشيدي ويحطها وجول بدر المطوع يثلث النتيجة الآن وتصبح النتيجة 3 فريق نادي القادسية في يوم المصالحة للجماهير القدساوية يصالح فيها القادسية. تتخلص الكرة منه من جانب محمد خليل برافو في وسط الميدان محمد خليل بيمرر يا سلام على التمريرة من محمد خليل ولقطة رائعة الآن وبدر مطوع أمام المرمى بيحاول يحطها الله جول لما تعطي بدر المطوع هذه التمريرة الرائعة من محمد خليل ودعونا نشيد بمن حضر هذه الكرة ومن فهم ماذا يريد بدر المطوع من هذه المباراة شنو يبي شنو يشتهي بدر المطوع. اشتهى هذه التمريرة الذهبية الرائعة من محمد خليل. شوف التمريرة وين جت التمريرة هي اللي خلصت المباراة التمريرة وخلصت هذه الكرة ولعبها بدهاء على يسار وليد الرشيدي يسجل الثنائية الآن في الوقت بدل الضايع بدل المطوع ويسجل الهدف الرابع. التضامن حقيقة اللاعب اللي هو سلطان هنا محاولة للقادسية أعتقد في وسط الدفاع ثقرة لنادي التضامن المفروض أنه يحسم. هنا محاولة خطيرة وتمر ولكن في صفارة جول توقعت فيها تسلل شو اللي صار شو اللي جرى تياغو يحط هدف ودفاع فريق نادي التضامن يشاهدون معنا هذه اللقطة يشاهدون معنا مدافعين نادي التضامن هذه اللقطة وهدف يحتسب لنادي القادسية وسط اعتراض الحقيقة. العب على صفارة الحكم العب على صفارة الحكم راح نشوف شو اللي فضولية لدفاع نادي القادسية. كرة ملعوبة طويلة إلى نادي القادسية ممكن تكون خطرة ضاري سعيد وبيحطها وبيتابعها قعطاني الله جول التعادل جول حطه خالد القحطاني جول هدف التعادل ينجح القادسية وبيفك أيضا الحواجز بكرة تابعة خالد القحطاني اللي ركز في هذه اللحظات وأحرز هدف التعادل اللي أيضا ينقذ الموقف. شوف ضاري مرت من الشعود لكن ما تمر من خالد القحطاني اللي حطه بقوة من الدفاع إلى محمد الفهد عرضية أيضا محمد خالد بيشيله حط ريناتو لكن يسار الله جول لصالح القادسية ريناتو دليما البرازيلي يأتي الحقيقة بالحل والوقت المناسب ريناتو دليما حلوة اللعبة في الدقيقة 44 ريناتو دليما شوف الأولى هوش لكن الثانية ما تأخر فيها بيسارة شوف قوي سبورت كرة ملعوبة لصالح القادسية بدر مطوع بيعمل كرة عرضية محاولة بالرأس يتركها صالح الشيخ
حاول يتابع كرة عبد الله صالح الشيخ، صالح الشيخ بيحط كرة حلوة 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 حلوة، الكرة لصالح نادي القادسية، جول جول لصالح نادي القادسية، جول لصالح نادي القادسية في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الثاني، قول لي صالح غزي، شوف شوف فنيا الحقيقة صالح الشيخ بعد. النصر الآن أصبح يعاني بأكثر من هدف مطلوب، كرة ملعوبة، رياحي بيحاول، بدر مطوع بيكمل فيها لصالح غزية، ممكن تكون عرضية، بدر مطوع بيلعبها عرضية، تلعب براس الله، قول أحمد الرياحي، أحمد الرياحي يأتي، أحمد الرياحي بمتابعة هي الناجحة لكرة هي الأصلح بالنسبة لبدر مطوع لانطلاقة جهة اليمين داخل منطقة الجزاء لحضور هدف، هدف ثالث، هدف ثالث لصالح نادي الغازي. أحمد الرياحي بالدقيقة 14، قول لصالح نادي الغازية، شوف كرة حلوة الحقيقة إلى مشعل فواز لاعب نادي النصر، العوبة لصالح مرياحي لكن تنشال، صالح الشيخ بيحط جول، الله جول 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 لصالح الغازية بالدقيقة 25، بالدقيقة 25 هدف رابع، هدف رابع راح نشوفه من البداية، من البداية شكل الكرة كان فيها خطأ، شوف 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 لعادة مشعل فواز، شوف اللعبة كان فيها خطأ فعلا، مشعل فواز حاول يلعب كرة لكن خطأ الحقيقة بإرجاع الكرة، وأحمد الرياحي أخفق لكن لهذا الموسم القادسية ينطلق مرة أخرى، الرياحي بيحاول يمر، الله 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 يا الرياحي، الله مر وبشماله جول، مر وبشماله جول في الدقيقة 9 للغادسية، الغادسية يعوض الفرصة اللي راحت في الغائم الأيمن ويسجل في مرمى وليد الرشيدي أحمد الرياحي اللاعب الأردني بكرة حلوة أيضا النغلة، شوف شوف بدايته وشوف محمد البيد ودائما الانطلاقات على اليسار، نادي التضامن توصل لمحمد الفهد بالراس ينزلها، ظفيري بيتقدم ممكن يلعب كرة، شوف شوف شو انطلاقة تياغو الآن على اليمين مرة ثانية، وممكن ظفيري ينزل كرة حلوة، الله 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 الله، ممكن ينزل كرة حلوة الظفيري بينزلها للبرازيلي تياغو، تياغو واضح واضح العزيمة والإصرار في القادسية بهدف ثاني، العزيمة والإصرار في القادسية بتسجيل هدف ثاني يأتي عن طريق تياغو، تياغو لكن شوف 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 شوف، يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك، كثير نقول لي يا أحمد الظفيري، أحمد الظفيري يميز اللاعب وليس العمر، العطاء هو اللي يميز اللاعب وليس العمر، هنا خطيرة تياغو 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 يحصلها 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 ويهيها جول، ما طلعت الكرة ما طلعت الكرة، لا تتكلم يا وليد الرشيدي ما طلعت، شوف ليس بالعمر وليس بكل شيء، بالأداء بالأداء وبالعقل، صالح الشيخ اتكلم عن صالح الشيخ، شوف 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 محمد الفهد نزلها وتياغو اخذها على خط التماس، شوفها 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 شوف شوف لا 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 ابدا ابدا، ويبعدها الاردني فادي عوض، لا زال الغادسية يبحث عن الرابع، ياتي الرابع ياتي الرابع على الطريقة السهلة، على الطريقة السهلة لخالد القحطاني، خالد القحطاني في الدقيقة 44، الغادسية إلى الهدف الرابع، كابتن سجل وغادر صالح الشيخ
كابتن جاء جديد بنفس المستوى في الشوط الاول. هذه كرة محمد الفهد، محمد الفهد يحاول يمر، نزل كرة تياغو بالراس، الله، صنعها محمد الفهد، ولذلك يسجل فيها البرازيلي تياغو خامس اهداف القادسية، خامس اهداف القادسية في الدقيقة ثلاثة من الشوط الثاني. الدقيقة ثلاثة من الشوط الثاني، كرة حلوة يرسمها ويهندسها محمد الفهد. شوف شوف شوف، هو البرازيل يتسبب بركلة جزاء، هل يسجل السادس والثاني له؟ والغاتسية إلى الهدف السادس، نعم إلى الهدف السادس، نعم، سداسية في مرمى التضامن، القادسية يكشر عن أنيابه. نهاية اللقاء نزعة هجومية، هنا محاولة بدر المطوع قائد الفريق بمور، يا سلام يا سلام، يتقدم بدر بحاول يمر مرة ثانية وبيحطها بالجول، الله الله عليك يا بدر، الله عليك يا بدر، بيسجل أول أهداف اللقاء من مجهود شخصي ما يجيبها إلا بدر بهذه الحنكة الكروية وبالمرور ويضعها بالركن البعيد الهادي، الله الله على المرور من قلب الدفاع، يخترق ويضعها بشكل جميل راح تتنفذ الضربة الركنية، بينقلها تعود مرة ثانية قد ساوية بيلعبها عرضية مر، الله يا سلام، هدف ثاني من كرة عرضية الحقيقة من القادمون من خلف خالد إبراهيم، بيضع قدم فيها وينهي هذه الكرة العرضية الرائعة الحقيقة ويسجل ثاني الأهداف، ثاني الأهداف لمصلحة فريق نادي القادسية بالدقيقة 12. لعب الكرة تعود والكرة ما زالت لمصلحة فريق نادي القادسية إلى بدر المطوع، بدر الكرة معه بيلعبها عرضية وبالرأس بيحطها، الله، جول جول الرياحي، وأيضا ببصمة لبدر المطوع، ثالث الأهداف بصمة بدر المطوع، صنع هدفين وسجل هدف، وأحمد الرياحي من كرة عرضية عبر الجهة اليمنى، شوف وين يروح، يروح إلى بدر المطوع حتى يقدم، يرسل كرة قصيرة تعود لهاني رضا، هاني تعود الآن الكرة عالية وبيحضر بيحط بالجول، الله يا سلام يا سلام يا بدر المطوع في مباراة التألق من كرة عرضية رائعة وبالراس يضعها، لكن في أحيانا ما عنده المثابرة، خلاص مثل هذه الكرة صدمت بالعرضة يا أخي، روح للكرة، هنا محاولة توصل وجول جول جول، الثنائية لخالد محمد إبراهيم والقادمون من الخلف زيارة ثانية، يزور النواحي الهجومية وزياراته ما يجي إيده خالية، خالد محمد إبراهيم نادي خيطان ذكرنا بأوليفر كان، كرة ملعوبة توصل ومحاولة ولكن يحطها أبا الكبير إلا أنه يهاتريك المباراة بالنسبة له ويسجل الهاتريك بدر المطوع في مباراة سجلت باسمه بالكمال والتمام، بدر المطوع يسجل الهاتريك ثلاثة أهداف في المباراة من أصل ستة أهداف في المباراة، ثلاثة صنعها وثلاثة حطها، أكثر من كذي وين تلقون، ثلاثة حلوين الله يعطيه في المكان القريب جدا، لكن ممكنة الكرة ممكنة ثابتة، جول جول، صاد الزاوية صاد الزاوية، ندى في الدقيقة 67 من عمر هذا اللقاء، في الدقيقة 67 دقيقة 22 من زمن شوط المباراة الثاني، ندى من كرة ثابتة من كرة ثابتة سجل مساعد ندى أول هدف نادي القادسية، نادي القادسية شوف حائط الصد، حائط الصد دائما دائما هو 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 مهمة حارس المرمى لصالح الجرح، مدمل فيه بيكملها لكن التغطية ترجع لصالح رضا هاني لصالح القادسية، القادسية بيحاول رضا هاني بيتقدم يمر من الأول يلعبها محمد البهد وانتو على طول، خالد القحطاني بيتابعها خطر الكرة لكن
تغطية ترجع طوع بجود الله. جول لصالح الغزية، جول لصالح الغزية في الدقيقة 6. بدر المطوع يتابع كرة وهو الخطير داخل منطقة الجزاء. إذن الكرة تمر والمتابعة الناجحة لبدر المطوع بعد ضغط ايضا من نادي الجزائر. شوف لي عدد، شوف لي عدد، شوف القحطاني، شوف القحطاني تابع كرة. الجارة ايضا بيقدم ما عنده من امكانية في المواجهة. كرة ملعوبة ديابي الى احمد زنكي، احمد زنكي بيمر من الثانية حلوة، احمد زنكي بيتقدم خطرة داخل منطقة 18، ديابي بيشوت الله، سجل اسمه ديابي كلاعب ايجابي بهدف ثاني في الدقيقة 81، في الدقيقة 81. ولقطة جميلة من النجم الشاب أحمد الزنكي بتقدم ناجح، والمتابعة كانت من اللاعب الإيفواري ديابي. شوف شوف لعده، شوف أحمد الزنكي، شوف هي نفس الأولى والثانية بيمر منها ويتقدم بشكل ناجح، وتمركز ديابي أعطي أفضلية بعد ما حاول فيها عبد الله سلامه اللي بيقدم مستوى عالي جدا في خط دفاع نادي الجاره. لكن كيتا بيرسلها ليقطع مساعد ندى، يتقدم مساعد ندى، مساعد ندى يلعبها جهه اليمين الى حمد الشايد، غلا محمد الفهد. يسارة بيسارة 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 بيسارة، الله، شوف 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 الفهد، شوف حطه بالجول، شوف محمد الفهد جول، الله الغزية واحد الغزية، شوف 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 محمد الفهد، شوف شوف حطه بالجول.
ريناتو ليما، وهذه كرة جول.
لعبت على طول ديابي ومحمد الفهد يقول له خلاص العب الكرة على طول ياخذها على المرمى. كرة حلوة في الدقيقة 24 يعني حتى وهو مسجل الهدف. شوف 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 براسه حلوة والله حلوة. في ختام مباريات القسم الثاني وهذه محاولة الغاتسية دالله ماوي عبا على ديابي هو الجول جول لاسينا ديابي لاسينا ديابي الآن عبر عن فرحته الآن عبر عن فرحته نعم لأنه سجل هدف التقدم هدف التعادل أبدا ما فرح فيه هذا اللاعب الآن يفرح ويسجل في الدقيقة 29 الدقيقة 29 أيضا لاسينا ديابي شوف خطأ دفاعي وما قدر أرماند العاجي على العاجي القدساوي لاسينا ديابي يسجل في حال يعني امتلاك الفريق المنافس للكرة رجوع عالي جدا وانتظام عالي جدا لاسينا ديابي بدر المطوع بيلعبها ناحية محمد القبندي محمد القبندي بيرجعها لبدر المطوع يلعبها عرضية تحط براس خطرة الله لاسينا ديابي لاسينا ديابي اذا بحط كرة براسه بالدقيقة 18 بالدقيقة 18 في ثاني كرة اذا تلعب على مرمى نادي العربي لاسينا ديابي اذا يحرك المياه اذا في هذا المكان ويحرك الجمهور لاسينا ديابي شوف 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 اللعبة القبندي بيلعبها مع بدر مطوع اللي ايضا يلعبها عرضية جدا كورنر بدر مطوع بيلعبها لسان غزي جول لصالح الغزي ديابي 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 بيحط الجول الثاني ديابي 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 بيحط الجول الثاني بالدقيقة 6 بالدقيقة 6 جول لصالح الغزية جول لصالح الغزية جول ثاني للغزية ديابي جول ثاني شوف 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 لعنده شوف لعنده البطيء شوف لعنده البطيء براسه بكرة ثانية أيضا براسه ديابي بيحط كرات ما بين الفريقين كرة ملعوبة ساعد دودا بيلعبها إلى ديابي ديابي إلى حمد القبندي كرة مع الغدسية بيمر شايد لكن بيلعب عرضية خطرة الله 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 ديابي 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 ناوي على الشر ناوي على الشر ديابي ناوي على الشر ديابي وجول ثالث هاتريك جول ثالث هاتريك جول ثالث هاتريك الله 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 على الطاير شوف 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 القبندي شوف القبندي شوف الطاير شوف الطاير شوف شوف ارجع
الانطلاقه جهه اليمين. قبل ان نتكلم عن تشكيله الجهره، الضفيري كره معاه، وين بيلعبها؟ يهدف، بيلعب له كره لعبد الله ماوي، بيحاول يمر والعرضيه ويحصلها ويشوت بالجول. جول للقادسيه في الدقيقه 48 ثانيه، يعني اعتقد في اول 48 ثانيه كره تتمرر من عبد الله ماوي بالشكل الصحيح ولصالح الشيخ. 48 ثانيه، مساعد شايت، الله 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 الله، مو معقول مو معقول يا مساعد، هدف حلو جميل من كره ثابته. وهذه كراتك يا مساعد، هذه كرات مساعد ندى يا جماعة في الأماكن هذه الحساسة والأماكن اللي يتمناها. عمر علي يلعبها في النص، تبغى للقادسية، ديابي كرة معاه، ديابي ما خلانا نكمل بقية المصابين في القادسية، ملعوبة لعامر المحتوب، وعامر يحاول مرة ثانية، بدر مطوع يشق الكرة ينزلها مرة ثانية، الظفيري يا سلام، ممكن العرضية خطيرة بالجول. شنو قصة القادسية؟ يصنع هدف حلو لديابي، ديابي يسجل هدف ثالث بالراس، هدف ثالث بالراس الدقيقة 13 يا جماعة. القادسية في نادي القادسية الركنية لعبت وممكن يلعبها على طول، لافة والمدافع بينزلها في مكان خطير، الله، مو معقول. محمد خليل، محمد خليل ايضا يغسو على حارس المرمى احمد دشتي، محمد خليل والدقيقه 17. شوف شوف بدر لعبت، شوف المدافع نزلها وشالها على طول بشماله من داخل منطقه 18، قويه قويه بيساره، قويه بيساره، قويه بيساره، الدفاع يسلم هديه لمحمد خليل يتقبلها، تقبل الهديه من الدفاع ونزلت على شماله وهدف. بدنيه لها دور كبير مع اللاعبين. احمد الزنكي بيمر، يتقدم الزنكي، تقدم الزنكي، بيلعب عرضيه ولا لا؟ غير راي، يلعبها على الارض لبدر، بدر يلف، حصل على الكره، حاول يمر من الاول، يسلم على طول لعبد الله ماوي، وماوي لصالح الشيخ، الشيخ القيطاني، عجب، خالد عجب ليسجل هدف خامس للقادسية، يسجد شاكرا لربه. نعم القادسية بعد عدة كرات، ماوي، صالح الشيخ، وخالد عجب تضرب في الغائم وتضرب في الخبرة أكثر. نعم ركلة جزاء، ومن؟ بدر مطوع، بدر مطوع واللي راح يلعب الكرة. بدر عنده 4 أهداف في الدوري أندية الدرجة الممتازة. بدر إلى الهدف السادس والأول له في المباراة ولا لا؟ جول. نعم بدر المطوع إلى الهدف الخامس له شخصيا، والآن السادس لفريقه.